في هذا المؤتمر الصحفي نعلن عن النتائج المبدئية لهذه البلديات. النتائج أولاً، النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية بني وليد بعد التدقيق من خلال غرفة العمليات الرئيسة باللجنة المركزية للانتخابات المحلية، أي بعد المراجعة والتدقيق، كانت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية في هذه البلدية، بلدية بني وليد، 68.8%. عدد المراكز 25 مركز انتخابي، وعدد المحطات 61 محطة انتخابية. عدد المسجلين 17,304 ناخب، وعدد المقترعين 11,899 مقترع أو ناخب. عدد الأوراق الباطلة بالإضافة إلى البيضاء 306 ورقة باطلة وبيضاء، وعدد الأوراق الصحيحة وصلت إلى 11,593 ورقة صحيحة. كان تاريخ الاقتراع يوم الأمس الموافق يوم السبت الموافق 25/2 لسنة 2023. وعدد القوائم المترشحة لبلدية بني وليد 21 قائمة مترشحة. القائمة الأولى والمتحصلة على الأكثر أصواتاً قائمة القافلة المتحصلة على 1220 صوت. القائمة الثانية قائمة أحياء بني وليد والمتحصلة على 1176 صوت. القائمة الثالثة قائمة الساعة والمتحصلة على 1094 صوت. القائمة الرابعة قائمة النماء والمتحصلة على 1056 صوت. القائمة الخامسة قائمة الأمل والمتحصلة على 765 صوت. القائمة السادسة قائمة الزيتونة والمتحصلة على 739 صوت. القائمة السابعة قائمة المظلة والمتحصلة على 706 صوت. القائمة الثامنة قائمة يدا بيد والمتحصلة على 618 صوت. القائمة التاسعة قائمة التوافق والمتحصلة على 605 صوت. القائمة العاشرة قائمة القلم والمتحصلة على 536 صوت. القائمة 11 قائمة النخلة والمتحصلة على 515 صوت. القائمة 12 قائمة السد والمتحصلة على 331 صوت. القائمة 13 قائمة الميثاق والمتحصلة على 313 صوت. القائمة 14 قائمة شباب الدردنيل والمتحصلة على 309 صوت. 15 قائمة التقدم والمتحصلة على 305 صوت. و16 قائمة شهداء دينار والمتحصلة على 277 صوت. قائمة 17 قائمة إعمار بني وليد والمتحصلة على 276 صوت. 18 قائمة الانطلاقة والمتحصلة على 229 صوت. 19 قائمة الهلال والمتحصلة على 214 صوت. 20 قائمة الميزان والمتحصلة على 204 صوت. 21 قائمة حمامة السلام والمتحصلة على 105 صوت. هذه النتائج المبدئية لبلدية بني وليد، يعني الأكثر أصواتاً هي قائمة القافلة والمتحصلة على 1220 صوت. النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية تينيناي، نسبة المشاركة وصلت 67.5%. عدد المراكز الانتخابية 2 وعدد المحطات 5. عدد المسجلين بهذه البلدية 1533 ناخب، وعدد المقترعين وصل إلى 1035 مقترع أو ناخب. عدد الأوراق الباطلة زائد البيضاء
24 ورقة، الأوراق الصحيحة 1011 ورقة صحيحة، تاريخ الاقتراع كان يوم أمس السبت الموافق 25/2 لسنة 2023، عدد القوائم المترشحة قائمتين، والقائمة المتحصلة على أكثر أصواتاً هي قائمة الإصلاح والتعمير، عدد الأصوات 543 صوت، والقائمة الثانية قائمة معاً نستطيع، والمتحصلة على 468 صوت، يعني القائمة الأكثر أصوات هي قائمة الإصلاح والتعمير، عدد الأصوات 543 صوت. النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية المردوم بعد التدقيق والمراجعة وصلت نسبة المشاركة إلى 72.9%، عدد المراكز الانتخابية 2، عدد المحطات 5 محطات انتخابية، وعدد المسجلين بها 1239 ناخب، وعدد المقترعين وصل إلى 903 ناخب أو مقترع، عدد الأوراق الباطلة والبيضاء 17 ورقة، عدد الأوراق الصحيحة 886 ورقة صحيحة، تاريخ الاقتراع كان يوم أمس السبت الموافق 25/2 لسنة 2023، عدد القوائم المترشحة قائمتين، والقائمة الأولى والمتحصلة على أكثر أصواتاً هي قائمة السلام والمتحصلة على 470 صوت، والقائمة الثانية هي قائمة الزيتونة والمتحصلة على 416 صوت، يعني قائمة السلام هي المتحصلة على أكثر أصواتاً على 470 صوت. هذه كانت النتائج المبدئية ببلدية بني وليد وبلدية تينيناي وكذلك بلدية المردوم. هذه النتائج مبدئية تصبح نهائية بعد مرور المدة القانونية بعد 48 ساعة يومين، وبعدها إذا لم تجد أي طعون تعتمد هذه النتائج وتصبح نتائج نهائية. تذكر دائما اللجنة المركزية للانتخابات البلدية والمحلية السادة المواطنين ببلدية زوارة وكذلك بلدية درج وبرقن وجدابية وكذلك الجيجب وجليدة والأبرق ومرادة أن سجل الناخبين لازال مفتوح لدى هذه البلديات، ونذكر الجميع أن اللجنة المركزية للانتخابات المحلية لديها شركاء في العملية الانتخابية يعملون مع اللجنة المركزية لتوعية الناس، لحث الناس على المشاركة في العملية الانتخابية من ناحية التوعية. وبهذه المناسبة لو نتحدث عن باب التوعية وحث الناس على المشاركة، كانت شركة الخدمات العامة طرابلس في عرض شاشة الحقيقة في بلدية بني وليد، هذه الشاشة الكبيرة تحث المواطنين على المبادرة والمشاركة في العملية الانتخابية. نشكرهم على هذه اللفتة الكريمة في بلدية بني وليد، ونتمنى من السادة المواطنين التسجيل في سجل الناخبين في اللجنة المركزية للانتخابات المحلية. هذا ما لدينا بخصوص النتائج المبدئية. دمتم ودامت ليبيا بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.